صرح رئيس رابطة الأندية المصرية عن الاتجاه لتغيير شكل بطولة الدوري المصري بدءا من الموسم المقبل، وأضاف أن نظام الدوري البلجيكي هو الأقرب للتطبيق من غيره. وعشان نعرف تفاصيل أكتر معنا على الهاتف دكتور مدحت رشدي، نائب رئيس تحرير أخبار اليوم والمحلل الرياضي. صباح الخير يا دكتور، ودايما منورنا. الله يخليك إزبرجل، يعني تحية ليك وتحية للأستاذة مونيكا وكل أسرة الإعداد خاصة بهذه القناة وهذه الفترة الجميلة اللي هي صباح الفل يا دكتور وقت. دايما منورنا في شاشة ميزات. الله يخليك إزبرجل، شرفت فندم. أسأل حضرتك في البداية قبل ما أتكلم عن التغيير، أتكلم عن النظام الحالي وإيه اللي هيتم تغييره يا فندم؟ هو حتى الآن ما فيش حاجة هتتغير حتى الآن. سبب بسيط، المقترح زي ما حضرتك قلت في البداية، المقترح لسه لم يتم مناقشته على مستوى الجمعية العمومية ولا حتى على مستوى نظام المسابقات برئاسة المهندس عام حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة. لأن طبعا زي ما احنا عارفين الموسم الحالي اللي احنا فيه ده زي ما هو 18 فرقة دوري من دورين، لكن طبعا هو المقترح لسه. حتى وانا بسأل برضو أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة بالأمس واللجان الإدارية اللجان المختلفة فيه، ما حدش عنده خبر فيه لأن ده مجرد اقتراح. بيحمل الشيء الجيد وبيحمل كمان حاجة مهمة، إن لجنة الأندية ليها سنتين. طب أنت ما طورتش دي؟ لم يتم التطوير ليه مثلا على سبيل المثال؟ دي نقطة مهمة. لكن عامة على أي حال، أي نظام جديد إحنا كنا بنطالب قبل كده في كورونا، خلاص كان المفترض يتم إلغاء الدوري في هذا التوقيت، ومحدش يتحمل الإصابات اللي حصلت في كورونا ولا حتى الإصابات الخاصة بكورونا نفسها اللي كلفت الدولة أو كلفت الناس كلها ومجلس الاتحاد الكرة والأندية 160 مليون جنيه. لكن في وكان موسم هيبقى استثنائي وليه عذره. لكن عشان خاطر نبسط الموضوع اكتر للناس اللي بتتفرج علينا، النظام القديم 18 فرقة والتعديل هيبقى ايه؟ بص، النظام المقترح حتى الان اللي هو كل ال 18 فرقة زي وهم مفيش تغيير فيهم، ولكن هيلعبوا الدور الاول من دور واحد من الاول، وبعد كده الدور الثاني هيتم لعب من الاول للعاشر على المراكز العشرة الأولى، والمراكز اللي من 11 لغاية 18 هيلعبوا على ثلاث مراكز فقط للهبوط، يعني آخر ثلاثة من الثمان فرق التانيين هيلعبوا على الهبوط. ده طبعا هذا النظام جيد بحيث ان هو هيتم فيه يعني كل فرقة تلعب على سبيل المثال 24 أسبوع فقط لا غير، وده كمان هيوفر كثير جدا على الأندية من حيث الإصابات والإجهاد، وفي نفس التوقيت عملية الاستشفاء، وكمان مش بس كده الاستشفاء، تدخل على موسم صعب صعب قادم وإحنا لسه برضو فيه اللي هو عندك هيتم تهيئة الجو والمناخ مثلا للفرق والمنتخبات إنها تلعب بأريحية، لأن أنت عندك موسم مزدحم بداية من الموسم الماضي، وهيتم كمان مواصلة الزحام. انت عندك كمان ماتشات الاولمبيات والاعداد ليها في الفترة الحالية، وبعد كده كمان عندك على مستوى الاندية بطولات افريقيا البطولتين، بالاضافة عندك طيب يا دكتور خليني اسأل حضرتك، انه كان في خبر بيقول ان كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب الوطني مش راضي عن مستوى المنافسة اللي موجودة دلوقتي في الدوري المصري، كنا عايزين نعرف تعليق حضرتك على هذا الخبر. في نقطتين يا استاذ مونيكا هنا. اول شيء هو تم التأكيد ان هو لم يعارض او لم يتدخل، هو كابتن ابراهيم حسن لن يتدخل في تحديد شكل الدوري بتنقيص الفرق عددها او لا، قال لك ان هو ده مش اختصاصي، ده اختصاص جمعيه اتحاد الكره الجمعيه العموميه زائد كمان اتحاد الكره نفسه رابطه الانديه. لكن هو طبعا مش راضي على المستوى، لان هو بدون ما يعلن، انا فاهم التفكير لما كان في المصري وكان مثلا في اكثر من نادي، ان هو شايف الدوري يعني بيعتبر
بيتم تغييرات المناخ لفرقه واحده بس او فرقتين يفوزوا بيه وخلاص. لكن طبعا هو ما قالش كده، لكن انا من خلال فهمنا لهذه الشخصيه الجيده او الحماسيه فهو شايف هذه القصه يعني. طيب خليني اسال حضرتك عن اداء النادي الاهلي، وشفنا طبعا حقق نتيجة حلوة قدام نظيره الغاني في المجموعة في الجولة الخامسة في بطولة دوري أبطال أفريقيا. حضرتك شايف أداء النادي الأهلي لغاية دلوقتي بقيادة السويسري مارسيل عامل إيه؟ بالنسبة لأدائه مع مديامة كان في الجولة الخامسة اللي هي كانت بالضبط من حوالي يوم الجمعة الماضية في مديامة، هو طبعا فاز 1-0 بهدف حسين الشحات في الدقيقة 3 من الشوط الثاني طيب في استاد بابا يارا. القصه كلها ان الارقام هي اللي بتحدد هذا الاداء، اداء جيد كان طبعا، وانك تفوز خارج الملعب شيء كويس جدا جدا، وانك تتصدر المجموعه برصيد مثلا 9 نقاط ده شيء يعني متميز للغايه. طب الاداء كان 49% استحواذ لمديامة، 51 بالنسبه للنادي الاهلي. التسديدات يقترب من بعض، 14 مديامة 11 النادي الاهلي. طبعا التمريرات ودقتها لصالح النادي الاهلي بفارق 20 تمريرة، على سبيل المثال 371 للاهلي 351 لمديامة، رغم ان المديامة بيلعب على ملعبه وعلى ارضه. يعني كل الامور الخاصة بمديامة وبالنسبة للنادي الاهلي شيء يعني كويس يحسب للنادي الاهلي في الفترة الحالية، خاصة ان انت لما يبقى عندك على سبيل المثال عدد كبير من الاهداف، وانت يعتبر من افضل الناس اللي هي لم يدخل فيها اهداف في نفس التوقيت. صحيح. يعني اداء يعني النادي الاهلي كان اداء مشرف طبعا، ونتمنى ان طبعا ربنا يوفقه ان شاء الله في المباراه القادمه بكره باذن الله ان شاء الله. بنشكر حضرتك جدا دكتور مدحت رشدي نائب رئيس تحرير اخبار اليوم والمحلل الرياضي.